السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم خالد الخضري من ماكس فيليان. المحاضرة الماضية أخذنا الرابيدريتي وعرفنا كيف نطبق الرابيدريتي واستخدمنا مثال معين، وهذا المثال فهمنا كيف نسوي الرابيدريتي. اليوم بس بدنا نأكد على بعض المعلومات. The PLSQL wrapper is a stand-alone utility. إذن بالنهاية هاي عبارة عن stand-alone utility منفصلة، بتقدر تسوي لها run عن طريق الويندوز كوماندز، بتاخد text file وبتحوله ل PLP وبتسوي encryption أو بتسوي له تشويش لهذا الكود اللي بدك تسوي له wrapping. طيب wrapping has the following features. إلها features: platform independence مستقلة، dynamic loading، dynamic binding، dependency checking، normal importing and exporting when invoked. كلام جميل. يعني انت independent مستقلة، dynamic loading يعني انت بتسوي loading بالطريقة إلها، لما تناديها عن طريق الات run بتسوي لها loading dynamic. dynamic binding يعني اذا كان في عندك bind variable برضو بنعملها dynamic. dependency checking برضو زي كانك انت عم تسوي run لأي script. normal importing and exporting when invoked يعني برضو لما انت تنادي اي text file وهذا الفايل بيحتوي على مجموعة procedures او function من عملها wrapping بيقدر يسوي لها invoke ويقدر يناديها ويقدر يسوي لها export import بنفس الطريقة عادية. اذن هاي هي بشكل عام. طيب running the wrapper utility قلنا عشان نسوي run بتسوي wrap I name وبتعطيه فايل معين. كيف انا بقدر اسوي لها run عن طريق cmd command. طيب في عندي اوبشن زياده اني انا فيني اقول له o name اللي هي الاوتبوت نيم يساوي اي اوتبوت فايل معين. هلا انت لما تعطي هون فايل معين بيعطيك هو باي ديفولت بيحول لك الفايل PLP نفس الاسم. اذا انت حابب تغيره فبتعطيه اوبشن ثاني o name يساوي اسم ثاني. يعني هون لما اقول له wrap i name يساوي demo underscore 4 hello.sql راح يسوي لك ال PLP فايل نفس هذا الاسم. طيب فيك انت تقول له .sql او فيك من غير تحكي .sql نفس الاشي. فيك تحكي الاسم اللي بدك اياه بعدين تعطيه o name اي اسم بدك اياه، فممكن يكون هذا الاسم مختلف عن هذا الاسم. فهون ال PLP فايل اللي بيحتوي على الانكريبشن فايل او الرابر فايل بيكون اسمه غير عن الفايل الاصلي. انتهى. طيب المعلومة الثانية اللي بدي احكي لك اياها انه wrap work only for لما بدك تبني type او type body procedure function package و package body. احفظ هدول الستة. اذا type لما بدك تسوي create type او type body او procedure او function او package او package body فقط لا غير. اذا هاي هي الامور اللي بدياك تركز عليها في هاي المحاضرة. بقول لك don't use spaces around the equal sign. يعني انت هون في عندك هون equal sign ما في داعي يكون spaces يكون في space حواليها. طيب the i name argument is required. كلمة i name required wrap i name اجباري بعدين يساوي بعدين كلمة مباشرة من غير ما يكون في space. طيب the default extension for the input file is sql unless it spaced with unless it's specified with the name. اذا الديفولت اس كيو ال لو حطيت له هون فايل يعني بفرض انه انت الفايل بتطبقه دوت اس كيو ال. طيب ذا او نيم نيم از اوبشنال يعني بقول لك الاو نيم اللي هي هاي الاوتبوت نيم اوبشنال بتغيره بتغيره. ذا ديفولت اكستنشن فور ذا اوتبوت فايل از دوت بي ال بي انليس سبيسيفايد وذ او نيم ارجمنت. يعني انت هون لو حطيت دوت بي ال بي او ما حطيت حيطلع لك بي ال بي، بس ممكن اذا بدك اكستنشن تاني تحط اكستنشن تاني اذا كنت عارف شو هو هذا الاكستنشن تاني الخاص لأوركل. اذا ها هي بشكل عام. هلا guidelines for wrapping بقول لك في بعض الامور لازم تعرفها عند عملية الرابينج. you must wrap only the package body not the package specifications. بقول لك غالبا اذا انت حابب تسوي wrapping لباكج سوي wrapping للspecifications، سوي wrapping عفوا للبودي، بس السبيسيفيكيشنز خليه مش رابينج لانه عشان البروغرامر على الاقليه يعرف انه هذا الباكج مكون من 15 او 16 بروسيجر او فانكشن على الاقليه ياخذ فكره.
فدائما بقول لك الباكج سوي رابنج اذا حابب تسوي للبودي، بس السبيسيفيكيشنز خليه موجود عشان البروجرامر يقدر يفهم انه في عندي عده بروسيجر عشان يقدر يناديها، صح ولا لا؟ طيب the wrapper can detect syntactic errors but cannot detect semantic errors. شو يعني؟ يعني الرابنج يوتيليتي تقدر تعرف ايش السينتاكتكس ايرور. شو يعني السينتاكتكس ايرور؟ يعني اذا كان في ايرور بالسينتاكس سواء كان فاصله منقوطه او كذا ممكن يكتشفها، بس اذا كان في عندي سيمانتيك ايرور يعني والله اذا انت عندك صلاحيه على هذا التيبل او لا، او انه اسم التيبل صحيح 100% او لا، اذا هون لا ما بيقدر يكتشف هاي الاخطاء الرابر. انت عم تسوي الرابنج، انا عم بحكي مش لما بدك تنفذ البروسيجر، يعني انت عم عمليه التحويل الكود لرابر لطريقه انكريبشن بيحول لك اياه هو. اذا كان في اخطاء بفاصله منقوطه او whatever اوكي بيطلع لك اياها، اما اذا كان في اخطاء بنسميها سيمانتيك يعني زي اسم تيبل او اسم فيو، ساعتها هون ما بيقدر يكتشفها. طيب بقول لك the output file shouldn't be edited. ايوه يعني الفايل اللي انت بتسوي له اخر اشي نعمل له انكريبشن او نعمل له رابينج ما بتقدر تسوي له يعني بقول لك ما بتقدر تعدله. You maintain the original source code and wrap again as required. يعني لما صير في عندك تعديل انت ما بتروح بتعدل على الفايل اللي نعمل له generated ويحتوي على الاشياء الانكريبشن، لا شو بتسوي؟ بتروح بتعدل على السورس الاصلي بعدين بتسوي له انكريبشن مره ثانيه. فدائما التعديل بتصير على الاصل وليس على الفايل اللي نعمل له انكريبشن. بدك تضيف تيبل جديد، بدك تضيف كولوم جديد، لا بتروح بتعدل على الفايل الاصلي بتسوي انكريبت مره ثانيه بعدين بتسوي جنريت للفايل انكريبتد. طيب to ensure that all the imports parts of your source code is obfuscated, view the wrap file in the in a text editor before distributing it. زي ما كنا نسوي بقولك عشان تتأكد انه كل شيء تمام انت سويت فايل، هذا الفايل انعمل .plp بقولك يفضل انك انت تشيك عليه عن طريق text file معين عشان تشوف اذا هو فعلا 100% عمل له wrap زي ما كنا نسوي احنا نشوف والله شو نعمل فيه بالضبط. اذا ها هي بعض الامور اللي لازم نعرفها. اخر اشي الفرق بين ال DBMS DDL والwrap utility. بقول لك كود obfuscation الاثنين بيقدروا يسوي هايد الكود سواء كان DBMS DDL او wrap utility، اذا الاثنين بيأدوا نفس الطريقة. dynamic obfuscations ال DDL yes ال wrap no. شو معنى dynamic؟ تذكر dynamic لما حطيت انا الكود جوا variable من خلال ال variable هذا سويت له obfuscation بال DBMS underscore DDL yes، اما بال wrap utility لا لازم تاخذ التكست زي ما هو بالضبط تسوي له ايش wrap. obfuscation multiple programs at time ال DBMS underscore DDL لا، لانه هي بتاخذ واحد واحد، اما الراب يوتيليتي بتاخذ سكيب كامل مكون من 15 20 whatever عدد البروسيجرز. اذا وبهذا اليوم يكون قد انهينا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.